السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض ايد شنطة. الايد دي ميزتها انها بتنفع لأي شنطة ممكن تكونوا شغالين عليها، جميلة جدا، بتمشي مع اي موديل شنطة، وسهلة وسريعة كمان في طريقتها. اللي احنا هنحتاجه جنشين، جنش كده هنشتغل عليه، وهشتغل بخيط سلسلة وإبرة مقاس رقم 5.5. بس قبل ما نبدأ، لو لسه بتشوفوني لأول مرة، أنا دينا ودي قناتي بقدم فيها محتوى تعليمي عن الكروشيه. لو حابة تستفيدي من المحتوى اللي بقدمه، ما تنسيش تضغطي على كلمة اشتراك وكمان تفعلي الجرس علشان يوصلك مني إشعار أول ما أنزل أي فيديو جديد. كمان بقى ما تنسيش لو الفيديو عجبك تضغطي لي على لايك وتشجعيني بكومنت وتقولي لي كده بتشاهديني من أي بلد. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. في الأول هنجيب الجنش كده وهنبدأ ندخل من تحت الحلقة وهنسحب الخيط، تمام، هسحب الخيط وهبدأ أعمل سلسلة ارتفاع كده تثبيت للشغل، وهشتغل غرزتين حشو، واحد هشتغل كمان غرزة حشو، يبقى أنا اشتغلت 2 غرزة حشو، تمام. طيب دلوقتي هلف الشغل، أنا عندي 2 حشو، هروح أدخل تحت الحلقة الأولى، تحت الحلقتين كده لغرزة الحشو الأولى، يعني أنا كده لما لفيت الشغل سبت غرزة ورحت للتانية بالشكل ده، هسحب الخيط واطلع معايا 2 حلقات على الإبرة، هطلع من 2 حلقات مرة واحدة. شايفين 2 حلقات اللي في الجنب دول؟ هلف الشغل كده وادخل جوه 2 حلقات دول او تحت 2 حلقات، هبدأ اسحب الخيط واطلع معايا 2 حلقات على الإبرة، هلف الخيط واطلع من 2 حلقات مرة واحدة. عايزة اقول لكم ان الحلقة اللي على الإبرة دي بلاش تضيقوها قوي كده، علشان الإيد نفسها تكون شكلها حلو والنتيجة كمان بتاعتها يكون شكلها أحلى، فما تضيقوش، هي كده كده بيبقى مظبوطة وانتوا بتطلعوا للدور اللي بعده. فهنريح الإبرة كده بالخيط، هنلف الشغل وال2 حلقات دول، شايفين 2 حلقات دول بدخل تحتهم بسحب الخيط برتفع بيه كده بارتفاع الحلقة اللي على الإبرة، هسحب الخيط واطلع من 2 حلقات، ارتفع كده بالحلقة دي شوية، شايفين 2 حلقات اللي بيتكونوا عندي في الجنب دول اهم، بروح ادخل تحت 2 حلقات، ادي اول واحدة وتاني واحدة، واسحب الخيط وبعدين اخد لفة على الابرة واطلع من 2 حلقات، الف الشغل اتكون عندي 2 حلقات هنا، شايفين 2 حلقات اهو، هدخل بيهم، هدخل بالإبرة تحت 2 حلقات دول، اخد لفة كده بالخيط واطلع معايا 2 حلقات على الإبرة، هلف الخيط واطلع من 2 حلقات اللي في الجنب دول اهو، بدخل من تحتهم بالإبرة، بدخل من تحت 2 حلقات اهو، 2 حلقات اهو، شايفين، اسحب الخيط على الإبرة واطلع، بعدين اخد لفة واطلع من 2 حلقات، الف الشغل كده، شايفين 2 حلقات دول هما دول اللي بدخل تحتهم، الف الشغل كده وادخل تحت 2 حلقات، اخد لفة بالخيط واطلع معايا 2 حلقات على الابرة، اخد لفة واطلع من 2 حلقات، هلف الشغل وادخل تحت 2 حلقات، اخد لفة واطلع معايا 2 حلقات، الف الخيط واطلع من 2 حلقات، الف الشغل معايا 2 حلقات، ادخل تحت 2 حلقات، اخد لفة بالخيط واطلع معايا 2 حلقات على الابرة، اخد لفة واطلع من 2 حلقات، بنفضل شغالين بنفس الشكل ده لحد ما نوصل لطول الايد المناسب اللي احنا محتاجينه
عايزه اقول لكم ان نتيجه ايد الشنطه دي بجد تحفه جدا، وميزتها انها سهله وسريعه جدا، كمان بتمشي مع اي شنطه احنا بنشتغلها. فانا هفضل ارتفع كده بنفس الطريقه زي ما احنا شغالين كده، ان انا بدخل تحت الحلقتين واسحب الخيط واطلع من الحلقتين والف الشغل وانزل تحت الحلقتين كده، اخد لفه واطلع، اخد لفه واطلع من الحلقتين اللي على الابره. نتيجتها بجد حلوه جدا. هرتفع كده عدد من السطور وبعدين ارجع لكم علشان اوريكم برضو شكلها النهائي بقى عامل ازاي، وكمان بنقفلها مع الجنش التاني ازاي. ده كده شكل الايد بعد ما ارتفعت بعدد من السطور. شايفين بجد شكلها رقيق جدا وشكلها شيك قوي 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 بجد، وبتليق مع كل الشنط، يعتبر من احسن واجمل الايادي اللي ممكن تشتغلوها للشنط. انت بقى عايزين ننهي الشغل ده، ف شايفين انا كده طلعت من اخر حلقتين، هدخل هنا في اخر حلقتين هلف الخيط واطلع من كل الحلقات اللي موجودة على الابرة. ثانية واحدة كده اظبط دي، هدخل تحت الحلقتين هطلع من كل الحلقات اللي موجودة على الابرة، حتى كمان الحلقة اللي على الابرة هطلع منها، وبعدين هرتفع سلسلة كده للتثبيت. هنا بقى هقطع الخيط، هقطع الخيط بس هسيب مسافة كده علشان اخيطها في الجنش التاني، وبرضو ما ننساش ان احنا نلسع الخيط. دلوقتي بقى هطلع بالخيط من هنا كده، وهجيب إبرة التنظيف والجنش التاني، هبدأ ان انا احطه بالشكل ده وابدأ ان انا اخيطه في ايد الشنطة اللي انا اشتغلتها دي. باخد بدخل من بره كده لجوه تحت الغرز بالشكل ده، اهو بالشكل ده. ادخل كمان مرة وبعدين هبدأ ان انا انضف الخيط تحت الغرز هنا، هبدأ انضفه تحت الغرز. وبس كده، دي كانت شكل الايد معانا النهارده، حبل اللاسي الروماني. اتمنى كده يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشجعوني بلايك وكومنت، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا في القناه وكمان تفعلوا الجرس. اشوفكم بقى في فيديو جديد، باي باي.